الحلقة دي بنتكلم ليش لازم الرابر يكون متميز، لازم يكون أسلوبه فريد من نوعه. يعني أكيد ما في رابر يحب تنسمع أغنيته والناس تقول هذا فلان، هذا يشبه فلان، هذا صوته زي صوت فلان. فعشان كده يكون رابر لازم يتميز بأسلوبه، عشان أول ما أنا أسمع صوته أعرف والله هذا هو فلان. فلازم الرابر يتميز بصوته، بنبرته، بستايلاته. يعني مثلا الليريكال، مستحيل تسمع الليريكال تقول والله هذا فلان والله هذا فلان، لانه الليريكال له اسلوبه لوحده، له اسلوبه في الستايلات، له طريقته الخاصه في الكورسات. فرابر تميز لوحده. حتى شيبوبه، عمرك تسمع شيبوبه تقول والله هذا الداكر والله هذا الجوكر؟ له نبرته، له ستايله، له طريقه كتابته، فاتميز باسلوبه. مو كل واحد يقدر يميز نفسه، بس ممكن انت تتبع اسلوب رابر سابق وتضيف لمستك. زي مين؟ زي 50 فيس. من البدايه الناس كانت تقول والله هذا عبادي هذا عبادي، بس مع الايام ضاف لمسته، ولين الحين 50 فيس صار من الناس الكبار في الساحه. برضو دي جي ياسر، من البدايه الناس كانت تقول دي جي ياسر هو نفسه كلاش، نفس الصوت نفس النبره، بس دي جي ياسر بعدين غير اسلوبه وطور في الاسلوب وطور في طريقه الكلمات، طور في النبره، فصار له اسلوب لوحده مختلف. اما انك تتعلم نفس الاسلوب وتغني بنفس الاسلوب، طيب انا كمستمع ايش استفيد انه انا اسمع لفلان نفس الاسلوب وفلان نفس الاسلوب؟ ممكن تيجي تديني اغنيتك تقول لي اسمع كده افتكر رابر تاني. ما راح اسمع للرابر المتمكن من الاسلوب، لازم انت تكون لك لمسه، لك شخصيه، لك اسلوب. ممكن تضيف لمستك تتفوق على اساس، زي ما شفنا في امريكا فيوتشر وديزاينر. ديزاينر اضاف لمسته على اسلوب فيوتشر، وفي ناس صارت تفضل ديزاينر على فيوتشر. حتى فورتكس من الناس المتميزه في اسلوبها، في اسلوب الميدويست، ونزل تراك جديد مع بيك سام. So first of all you're talking to the BIG representing the OSTs from OAP. تعال احكي لي من اللي قد نهار ما في هدنه ما. الاثنين بين كفتين مختلفه، وفورتكس شكله ما راح يسيف فيتفلس لوحده. يا اخي فورتكس رابر عنيد، يعني اذا انت ضد فورتكس ممكن والله فورتكس يمشي معك سنه سنتين ثلاثه اربع 20 سنه ما راح يرتاح. فورتكس لازم يطحن الشيء اللي في راسه. وارماندو نزل ديس صريح على فيلس عبر كدابرا. كلامي سمع وطبق بينو لك شرف بالمسيرة، انت كالفاقد الخصية ما ينفع يتباهب نبرته واسلوبه زي عباد. الفلس لازم يراجع اوراقه، عنده خصمين من اقوى الخصوم ممكن في الراب الخليجي، ممكن في ضربة متوقعة من حركة التسعينية. بيكسان بكل تراك مستوى، ونزل تراك جديد مع ابو غزة. غريبة شوف كيف الزمن قلب، يتغطوا الشباب اللبسين حجاب لانه فايتين شناب الحشيمة بس للون شورت والذياب. كثير من الناس بيجوا يسألونا فين الأغاني المطروحة في الحلقة، فين الأغاني دون روابط الأغاني دون أسماء الأغاني. ما يدري إنه كل روابط الأغاني بنتكلم عنها في الحلقة في صندوق الوصف تحت. نصيحة لبعض الرابرز اللي يكتبوا عناوين أغانيهم بهاشتاج أو بدل مسافة أندرسكور، بهذه الطريقة العنوان ما راح يطلع في نتائج البحث، فالأفضل إنك تكتب العنوان بدون هاشتاج وبدون أندرسكور. الرابر أردني قيصر، أما ما تعرف من هو قيصر يا مخرج سمع من هو قيصر. أخيرا عرفت إيش هو سر الخلطة، وجدكم غلطة فني عليكم جلطة، بعطيك ليركس عنيف بيف لقى فيه السلطة. الرابرز الشوام يتميزوا بقوة نبرتهم، وممكن بسبب الحروب اللي عندهم تحس تراكاتهم فيها شيء من الغضب والكره، فما ينزل على المايك إلا ويقول كلام حقيقي. في كمان إبراهيم باشا، مو ده إبراهيم باشا، إبراهيم باشا السوري، ونزل تراك جديد بعنوان طابور خام. كبل بالأغلال بس إيدي لسه حاملة، هتق المحبوس بهالإطار لحتى صار في وحش بالطفل حامل الطيبة، كسم قاتل منتشر بالجسم أنا كثير من الناس يجي يقول لنا فولكينو يحتاج دعم. فولكينو غني عن التعريف اصلا، شوف ما شاء الله عنده هذه موصله تقريبا اكثر من مليون. ففولكينو مو انا اللي اقيمه، رابر يعني متمكن في الحضور في الكليبات، والله شغله احتراف، يعني هو ممكن من الاعمال اللي تتقارن مع الغرب. اتمنى اشوف لي شيبوبه كليب بنفس القوه هذه، لانه شيبوبه بهرنا في كليب فاصله. شيبوبه له قدرات كبيره بس يحتاج شركه انتاج تمسكه، لانه واضح انه شيبوبه مو متفرغ للعمل الاحتراف. قروب شله قروشه من القنفذه، اسمعوا تراقه جديد نزلوه بعدين نتكلم. قروشاوي للابد ما ينزل راس لاي احد، من المهدي للحد يسجد للفرد الصمد، لا ابالي للعداله ونصبوا لي العقد. اول شيء زي ما تكلمنا بداية الحلقه انه لازم يكون لك اسلوبك الخاص عشان تبرز. ثاني شيء انت كرابر المفروض كلماتك ما تكون سطحيه، لانه انت ما بتغني شكشكه، انت بتسمع الناس كانت تقدر تروح تفتح شكشكه وتقدر تهزها. الناس ما جات بتسمع الراب الا انه ايش بتدور على الكلمات العميقه، فكل منطقه تتميز بلهجتها الخاصه. زي جروب قروشه من الجنوب، يعني انا اعرف انه حقون الجنوب محتفظين باللغه لين دحين. يعني انا لما اجي اغني راب وانا من الجنوب دائما المفروض اتعمق في اللغه، لانه اهل الجنوب معروفين اصلا بعمق اللغه عندهم. غير انك في الحجاز، يعني انت بتغني باسم الحجاز، يعني اهل الحجاز معروفين باللهجه الحجازيه، غير عن الرياض، حقون الرياض معروفين باللهجه النجديه، وكل منطقه لها لهجتها الخاصه. فانت لو انت رابر من منطقه حاول انك تمثل نفس المنطقه، لانه انت ممكن تكون من اهل نجد وبتغني باللهجه الحجازيه فتجيب العيد، وممكن تكون من الحجاز وبتغني باللهجه الجنوبيه فبتجيب العيد.
وانت حاول انك تركز في المنطقه اللي انت موجود فيها، زي رابرز الشام بيغنوا بلهجتهم، فكل رابر يعرف المصطلحات القويه في لهجته، فممكن يغني بلهجه ثانيه فيتعب في الكتاب انه ايش المصطلحات تكون سطحيه، فتعمق انت في لهجتك افضل لك وافضل للناس اللي قاعد تسمع، او انك تبعد عن اللهجات وتغني عربي فصحى زي اكس جاي. شلة قروش مستوياتهم طيبة، نصيحتي لهم انهم يركزوا على اللهجة الجنوبية او انه يتكلموا بالعربي الفصحى. بعد قطعة رجعوا لنا رياض كونكشن بتراك كفن. وقطع فيهم ليل نهار، هذا فلو هذا سال هذا وزان عبار، هذا الناس يدى الارسي، هذا السالفة باختصار. واكدوا انه هذه هي الرجعة وانه هذا التراك بس مقدم. رجع لنا الرابر القديم دنجور. ما تعرف مين دنجور؟ والله فاتك يا اخي، بالله وريهم التراك حق دنجور. اي نعم سوداني ومن اولاد مبدر، دنجور الاولاني هو نفسه هو لسه بدون اللي تحداني وشفات يجينا هسه. مو حنشر التراك، وفي التعليقات كانت فيه مشادات بين عبود اكس ودنجور، يعني عبود اكس ودنجور من الناس القدامى في الراب الخليجي، يعني قاعدين نتضاربوا كذا قدام الناس. اعتقد انه فارس البلد نزل تراكين من البوم البعد الثاني، التراك الاول بعنوان ما حد حيدوم. ما حد حيدوم من فيهم شاري ومين جبار النوم، ما حد حيدوم. التراك الثاني من الحي يتكلم عن قصته، طبعا التراك مره كان مشوق، اتمنى انكم كلكم تسمعوا. حي الجرادية بداية الراب، اللي ما يعرف فارس يعرف فاب، هيستوري ميكينج وورد بلاي مع الشباب 2004 عندها ما اليوم 25 وراح نبدا تصويت لاغنية الشهر، وهذه الاغاني اللي عندنا، وطبعا التصويت في صفحة البرنامج في تويتر والرابط تحت في الوصف. طبعا التصويت زي الشهور الماضية، 3 ايام للتصويت ويومين للتصويت النهائي، واذا عجبتكم الحلقة ان شاء الله تدون لايك، واذا ما عجبتكم ديسلايك. تعال سوي اشتراك. سلام. ما سويت شيء مصطنع، 2005 اشترينا مايك وكرت صوت، جبنا طبق بيض عشان نعزل الصوت، دنيا برد ومغطيين المايك بكوت، ما في بوف فلتر والعشاء بسكوت، متحدي كل الظروف قل لي ايش ما شفت، مصاعب في ذي الحياة وعمري ما عفت.